الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. أقعد أطالع أنا وياها في المكان هذا نفسه، شفنا شيء كذي، شيء راس كذي طالع، أقول حق صديقتي شوفي شنو هذا، أطالع ولا راس بوذة، صنم مال البوذيين، صنم وثني وطقوس غريبة على شاطئ الفنطاس واحتجاج من الناس. الصبيح ارتفاع قيمة المساعدات الاجتماعية في السنوات الخمس الماضية. التعاون الإسلامي تدين استهداف قبلة المسلمين وتدعو لاجتماع وزاري إسلامي في مكة. أخطأ تحمل عقابك، وعقابك بدل يكون واحد راح يكون عقابين. هذه مخالفة يعني واضحة، ولازم يعني كل الوزارات تتقيد بهذا الشيء. جهود حثيثة لمواجهة الفساد الحكومي والداخلي مثال يحتذى. احتفاء بافتتاح دار الأوبرا سماء الكويت تتزين بالألعاب النارية. في لقطة غريبة وشاذة من نوعها، وجد مرتادو شاطئ الفنطاس صنما عائما في مياه البحر، وقام بعض أتباعه بأداء صلاتهم أمامه، وذلك في موقف استغربه مرتادو الشاطئ هذا المشهد الغير مألوف على شواطئ البحر في الكويت. رصدته إحدى المواطنات بكاميرا هاتفها، والتي شرحت للراي تفاصيل مفاجأتها وذهولها من هذا الموقف وكيف تعاملت معه، متسائلة أين المسؤولون عن هذا الموقع وكيف يسمح لهؤلاء بإقامة طقوسهم الدينية في موقع عام. تعال شيل، يلا شيل شيل، أنت قاعد تصلي لها، أنت قاعد تصلي، العظيم يكسر راس. شوفك أنا اليوم الصبح جيت أنا وصديقتي نتمشى على الشاطئ، جينا شفنا شيء غريب، أول مرة يعني أشوف الشيء هذا، قاعدة أطالع أنا وياها في المكان هذا نفسه، شفنا شيء كذي، شيء راس كذي طالع، أقول حق صديقتي شوفي شنو هذا، أطالع ولا راس بوذة، صنم مال البوذيين، لا إله إلا الله. قعدنا تالي أشوف هذول البوذيين قاموا يجون يدشون البحر ويسوون حركات صلاة من شنو ويمشون، حتى لحقته انحاش خاف، ويون شوفهم قاعد تشوفونهم، يمكن شافتهم الكاميرا في قاعدين هاكاهم قاعد يتعبدون، يكون جابلين البحر وقاعدين، يعني نبي نشوف المسؤولين المختصين اللي يعني يشيلون هالشيء هذا، يا شيوخ الدين، يا بلدية، يا شرطة، يا منو الداخلية، منو نتكلم حق منو، يعني ما يعورنا قلبنا لما نشوف مثل هالشغلات هذه بداخل ديرتنا. والعمليات تونا مكلمينهم، الله أكبر، عمليات الداخلية تونا متصل فيهم زوجي ويقولون هذه حرية شخصية صارت يا جماعة، والله شيء يعور القلب يا جماعة، قاعد بوذيين يتعبدون، هذه حرية شخصية، مو قاعدين في بيتهم، يا أهل الدين تكفون، شوفوا سالفة، شوفوا شيء. ارتفاع في قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للفئات المستحقة من 119 مليون إلى 260 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. تصريح صدر على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هدى الصبيح، والتي قالت إن إجمالي الكويتيات المتزوجات من غير كويتي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون وفقا لإحصائية صادرة عن شهر أكتوبر الماضي بلغ 1255 حالة يتقاضين 9,579,000 دينار سنويا.
جددت الكويت دعمها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وأمن قبلة المسلمين مكة المكرمة، مشددة على أن أمن وحماية المقدسات الإسلامية واجب ديني وأخلاقي على كل الدول الإسلامية. جاء ذلك في كلمة للكويت ألقاها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر عبد الله الهين خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الطارئ لبحث التطور الخطير المتمثل في إطلاق جماعة الحوثي وصالح صاروخا باليستيا استهدف مكة المكرمة. هذا وقد دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات ميليشيات جماعات الحوثي وصالح ومن يدعمهما ويمدهما بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة، فيما دعت المنظمة إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية في مكة المكرمة خلال الأسبوعين المقبلين. جهود حثيثة تبذلها بعض الوزارات والأجهزة الحكومية للقضاء على الفساد، سيما وزارة الداخلية التي قامت مؤخرا بالعديد من الإجراءات ضد بعض الموظفين الذين تورطوا بعمليات فساد. يتوازى ذلك مع مطالب قانونية بجملة من الإصلاحات. ابتسام رمال والتقرير التالي. انتشرت في الآونة الأخيرة صور لبعض عناصر الداخلية المتورطين في قضايا عدة كخطوة تقوم بها الوزارة من أجل تسليط الضوء على جهودها في مكافحة الفساد. لا يخلى أي جهاز أمني قد يكون هناك يعني أعداد تعد بالأصابع يسيئين لهذا الجهاز، وفي هناك مثل دائما دارج يقول لك الخير يخص والشر يعم. لمن يخطئ أي فرد في وزارة الداخلية، وللأسف أن الحالة تكون يعني عامة شاملة إعلاميا، وبالتالي التعاطي معها كأن هي شيء ملفت وما هو شيء استثنائي أو فرد يتعامل مع خطأ هو ارتكبه أو أمر قد هو تجاوز فيه. في المقابل وزارة الداخلية ما تقبل عملية التهاون أو التكاسل فيه. وزارة الداخلية مبدأها واضح، أخطأ تحمل عقابك، وعقابك بدل يكون واحد راح يكون عقابين، عقاب جنائي وقانوني وعقاب آخر من قبل وزارة الداخلية في هذا الاتجاه. ولن نتوانى على فكرة بأن نعلن بشكل واضح أن هنا ضبطنا ومسكنا من قام في هذا العمل وحلنا إلى جهة اختصاص. وهناك أمثلة كثيرة جدا، ما يحتاج أني أنا أقول وأعدد مثل هذه الأمثلة، لكن نشر الصور، ذكر الحقائق، تبيان كل التفاصيل المتعلقة في القضية وإن كان من داخل منتسب داخل وزارة الداخلية. جهود حثيثة تبذل من قبل وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة الفساد الموجودة في بعض أقسامها، ولكن ماذا عن كيفية القضاء على المفسدين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ قضية حملناها إلى القانونيين الذين أكدوا أن غياب تحديث البيانات وعدم التواصل بين الجهات الوزارية من الأسباب التي تؤدي إلى هدر المال العام. كيف شخص عليه منع سفر وضبط وإحضار ويسافر ويرجع؟ هذه مصيبة. شلون هو عليه كل هذه الإجراءات لكن ما شاء الله وزارة الداخلية عينها سهيرة، قاعدة تقبض على جميع الموظفين اللي يتواطؤون مع هؤلاء الأفراد أصحاب النفوس الضعيفة. هذه مخالفة يعني واضحة، ولازم يعني كل الوزارات تتقيد بهذا الشيء. بدل الزوجية اللي الزوج ياخذه لما يطلق زوجته يقعد سنتين ثلاث ينزل له بدل الزوجية. ليش نعتقد هذا الشيء يصير؟ لأن ما عندي أي وصلة ترابط بين الأجهزة بالكمبيوتر بالدولة. أموال الدولة قاعدة تهدر لهذه الأسباب، بدل الأجار، بدل الزوجية، مساعدات الشؤون المالية، تأمينات الاجتماعية. في ناس ماتت وما زالوا أهاليهم قاعدين يأخذون عنهم مبالغ، وفي ناس وايد قالت فلان ميت، نساء تزوجوا وما زالوا يأخذون كأرامل. هذه مشكلة أيضا إحنا نسميها تحديث للبيانات. وتبقى الأعين شاخصة تجاه المسؤولين عن محاسبة المتقاعسين في تطبيق القانون. ابتسام رمال، الرأي.
تزينت سماء الكويت بالألعاب النارية في احتفالية دعا لها الديوان الأميري بمناسبة افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي دار الأوبرا، والذي قام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بافتتاحه في 31 من أكتوبر الماضي، وحظي مهرجان الألعاب النارية بحضور كثيف من قبل المواطنين والمقيمين الذين توافدوا من كل مناطق الكويت لمشاهدة الحدث. القنصل العام للكويت في أربيل عمر الكندري أعلن اعتزام الكويت بناء مدرسة للنازحين العراقيين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وقال الكندري أن الكويت ستعمل على إنشاء مدرسة كرفانية تتسع لإجمالي 480 طالبا من النازحين من محافظتي نينوى والأنبار، بهدف تقديم الخدمات التعليمية للطلبة النازحين في إطار حرصها على التنوع في تقديم المساعدات للشعب العراقي. وأضاف أنه من المقرر أن تضم المدرسة 12 صفا دراسيا إضافة إلى الملحقات الخاصة بكل مدرسة، موضحا أنه تم الاتفاق مع أحدى الشركات على الشروع في بنائها، ومن المتوقع إنجاز المشروع في زمن قياسي. في العراق، تقدمت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي في معركتها لتحرير الموصل من داعش تقدما إضافيا على الرغم من الهجوم الذي شنه داعش في بعض المناطق. وفي آخر التطورات الميدانية، دخلت عناصر من الشرطة الاتحادية إلى مدينة حمام العليل وهي آخر المدن الواقعة جنوب الموصل، وقامت برفع العلم العراقي على مبنى المجلس البلدي. وفي سياق استهدافات داعش للنازحين، انفجرت قنبلتان مزروعتان على الطريق أثناء مرور قافلة تقل عائلات عراقية فارة من بلدة واقعة تحت سيطرة التنظيم شمال العراق في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مما أسفر عن سقوط 18 قتيلا. كشف المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز أبادي النقابة عن قيام القوات الإيرانية بتوجيه ضربة لداعش داخل العراق، مشيرا إلى أن هذا الأمر تعلم به داعش، ولا يعلن أو يعلن الحرس الثوري عن الكثير من الأعمال التي يقوم بها إلى وسائل الإعلام. وقال فيروز أبادي أن للتكفيريين نقطة ارتكاز في شمال العراق، وأنهم وصلوا إلى مقربة من بغداد وحاصروها، وكانت النقطة الشرقية باتجاه إيران، وأن الطرق والمدن شرق بغداد تبعد عن إيران 40 كيلومترا. صعد طيران الحربي الروسي غاراته على ريف حلب الغربي، وأسفرت هذه الغارات عن سقوط قتلى وجرحى ودمار هائل في المنطقة. واستهدفت المقاتلات الروسية مدينة دار عزة وبلدات أوروم الكبرى وأبين والأتارب والفوج 46 بغارات عدة استخدمت فيها الصواريخ المظلية، أسفرت عن انفجارات كبيرة وسقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى. يشار إلى أن زنة الصاروخ الواحد من الصواريخ المظلية تصل إلى نصف طن من المتفجرات على الأقل، كما يمتلك قوة تدميرية كبيرة تمكنه من تدمير أبنية عدة في الوقت نفسه. قروض عقارية بالملايين، تابعونا في الصفحات الاقتصادية بعد فاصل قصير.
أهلا بكم. أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن بنك الائتمان الكويتي أن أجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة والمنصرفة لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر أكتوبر من العام الجاري بلغت 621 قرضا بقيمة 21 مليون و800 ألف دينار للمقرر صرفه ونحو 26 مليون دينار منصرفة للقروض العقارية. ب83 سنتا انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 40 دولارا و15 سنتا، وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط نحو 9% مع ظهور علامات على توترات في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك قد تعرقل اتفاقا مهما لخفض الإمدادات، كما ساعد على انخفاض الأسعار زيادة مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي واستمرار ضعف الطلب. أصدر بيت التمويل الكويتي التركي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بعائد ثابت بحدود 5.1%، وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتك تركيا مازن الناهض أن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني بي 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 من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والذي يعكس القدرة الملائية المالية القوية التي يتمتع بها البنك، وسيتم إدراج صكوك للتداول في سوق إيرلندا للأوراق المالية. خلك رياضي، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. خلك رياضي، حملة رياضية توعوية نظمتها شركة يور تشويس للاستشارات الغذائية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وشارك في الحملة الرياضية ما يقارب من 2000 شخص من الجنسين، قسموا إلى 3 فئات هي الرجال والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة. وشمل اليوم الرياضي على العديد من الفعاليات الرياضية بدءا من ممارسة رياضة المشي والكاراتيه والتمارين الرياضية المتنوعة. خلك رياضية وشلا تعرفونها حملة رياضية بحتة. طبعا لقينا الدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتبنت الحملة شركة يور تشويس للتجهيزات الغذائية، هي كانت الراعي الرسمي للحملة. طبعا كان مدة تجهيزها يمكن تقريبا 3 شهور، تتكون من 3 فئات، فئة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفئة للذكور، وفئة للإناث. لكل فئة 10 فائزين، العشرة الأوائل. طبعا الجوائز راح تكون مالية، وفي ميدالية تذكارية مع تيشيرتات وكابات. نشكر هيئة الرياضة متمثلة في إدارة الرياضة للجميع على هذا اليوم الجميل اللي شاركوا فيه أكثر من 2000 متسابق. أعتقد المسؤولين على رأسهم الشيخ أحمد المنصور والدكتور أحمد حمود فليطح وكذلك الأخ العزيز حامد الهزيم، فعلا جهود جبارة فرحتونا ونستونا في هذا اليوم، الله يعطيكم العافية. مشاركة زينة، المهم إن مو شرط to be winner، أهم شيء إن مسابقة رياضة للجميع نفس ما يقولون، فكانت experience حلو ممتع، and أنصح الكل ترى مو لازم تفوزون، أهم شيء رياضة، أهم شيء حتى واصلين آخر ناس. شهدت منافسات بطولة تايم أتاك للسيارات التي نظمها النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية للأسبوع الثاني على التوالي مشاركة كبيرة من نخبة المتسابقين في البلاد، وجاءت حافلة بالندية والقوة والإثارة في منافساتها، وحقق المتسابق عبدالله القلاف المركز الأول في فئة 4 سلندرات، في حين حقق لقب فئة 6 سلندرات المتسابق فيصل شويعي، بينما ظفر المتسابق حسن فاضل بالمركز الأول لفئة 8 سلندرات. من جهته أشاد رئيس النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد داود الصباح بالتنظيم المميز للبطولة الذي عكس قدرات الشاب الكويتي على تنظيم أفضل البطولات وإظهارها بالشكل المطلوب. هلو.
وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.